حضورنا اليوم احدى مباريات دوري الدرجه الثانيه في محافظه نينوى للتاهيل الى الدرجه الاولى بين فريقي نادي الموصل ونادي البلديه. اجواء المباراه جيده والفريقين قدموا مستويات طيبه. نتمنى لجميع الفرق المشاركه التاهيل والترشح وتمثيل محافظه نينوى في البطولات القادمه خير تمثيل. نتمنى للجميع الموفقيه والنجاح وخاصة الاتحاد الفرعي في محافظة نينوى. مباراة كانت يعني بصراحة جميلة من اتجاه واحد نادي الموصل قدم خوش مستوى، لكن بصراحة التحكيم ضعيف جدا في هالبطولة. فاحنا نطالب الاتحاد ان يختارون حكام يعني مفيدين للأندية. وهاتريك النادي الموصل وهي نقطة يعني من صالح البلدية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم لعبتنا نادي الموصل انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف، يعني كان متكافئ. شوط هم افضل، شوط احنا افضل، التعادل يخدمنا اكثر ما يخدمهم، والدليل ان هم يعني بعد المباراه انه شويه طلعوا من اجواء المباراه.